السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دورة مشروع المتجر الكامل. بهذا الدرس إن شاء الله حنكمل بموضوع السير. بالدرس السابق شفنا كيف نحن نعم نبني صفحات السير الخاصة بالباك إند، وبهذا الدرس إن شاء الله حنشوف كيفية الربط. صفحة السير مثل أي صفحة، أول شيء دائما بنروح نحن بننشئ اللينك الخاص بالصفحة، ومن ثم الداتا، ومن ثم الكنترولر. حنتجه للايتمز كونه هي موجودة داخل مجلد الايتمز، ونكتب هون search.php. طبعا هون search مثلا items، وليكن على سبيل المثال اسم اللينك. مثل ما شايفين حسب المسار انا حاططه داخل مجلد الايتمز، طبعا حسب المسار اللي انت حاططه فيه بتشتغل على هذا الاساس. ثاني شيء طبعا نحن بنروح للداتا. هلا هون يا شباب في نقطة مهمة، أنا أفضل إنه نحن نروح للداتا الخاصة بالهوم أفضل، كونه نحن مثل ما شايفين يا شباب أمامكم إنه بصفحة الهوم موجود السيرش، وبصفحة الأيتيمز موجود أيضا السيرش، فلذلك الأفضل إنه نستعملها بالهوم عشان نوفر، وعشان أكيد بلح نروح ننشئ ملف داتا خاص بالسيرش فقط يعني، تمام؟ او ممكن على فكره مش غلط انك تروح تنشئ ملف خاص بالسيرش، يعني داتا سيرش مش غلط، ولكن ما في داعي. انا شايف يعني هذا الشيء بيرجع لك، تحب تزود ملفات زود، هذا الموضوع راجع لك. هروح انا طبعا لوين مباشره، هروح للداتا، تمام. خلينا نقفل المجلدات عشان الواحد يكونوا مقروئين بسهوله. بنروح على الداتا سورس، بنروح على الريموت تحديدا، وبنروح تحديدا على الهوم بهذا الشكل، ومنعمل واحد تاني بنسميه search data بهذا الشكل. طبعا هون حيكون السيرش، وبلا شك هون لازم يكون معي متغير السيرش يلي انا حارسله، حيتم استقباله بالباك اند مثل ما شايفين بهذا الشكل search، تمام بهذا الشكل. طبعا ما بننسى هون نقفل القوس. بهذا الشكل بيكون كل الأمور عندي سليمة وما في أي مشاكل. طبعا آخر شيء حنتوجه للكنترولر بهذا الشكل، وحنفتح الهوم كنترولر، وهون حيكون الشغل الأساسي يلي عنا. أول شغلة يا شباب لازم عندي الكتابة، لابد عندي الكتابة، إنه طبعا بعد ما يضغط على السيرش على الأيكون الخاصة بالسيرش تتغير محتوى صفحات الهوم. لازم محتوى صفحة الهوم بشكل كامل يتغير، ولما طبعا بيشيل الكتابة أو بيحذف الكلمات اللي هو كتبها لازم أوتوماتيك محتوى صفحة الهوم يرجع لوضعه الطبيعي. هذا الشيء بيضطر أو بيخلينا نضطر بكل بساطة نروح للكاستم أبار ونعمل شوية تعديلات هون كتير مهمة. أول تعديل لازم نستعمل الأون تشينج عشان نعرف الشخص هل هو كاتب ولا مش كتب، يعني كتب مثلا اسم منتج أو عم بيعمل بحث ولا لا، تمام؟ هي نقطة كتير مهمة، فنحن بحاجة الاون تشينج يلي طبعا هي بكل بساطة ممكن ناخدها بهذا الشكل. ثواني ناخدها بهذا الشكل كاملة كوبي، وبنعمل هون فاينل وبنضيفها بهذا الشكل، وبعدين بنعمل هون كويك وبنعمل لها إضافة ببساطة بهذا الشكل. موضوع جدا جدا بسيط، ما في شيء معقد ولا في شيء بيخوف أبدا، تمام. ثاني شيء انا ممكن استعمل كنترولر، واللي من خلاله نحن بنعرف القيمه اللي عم يتم كتابتها، يعني نحن هون شو كتبنا من خلال الكنترولر بنقدر نعرف هذا الشيء صح ولا لا. يعني حبيت انت تستعمل كنترولر ما في مشكله، حبيت تعمل سترينج بصفحه الهوم وياخذ القيمه من خلال الاون تشينج كمان ما في اي مشكله، هذا الامر راجع لك، انا بفضل استعمله ما في مشكله. طبعا اهم شيء تكون فاهم شو عم تكتب، ما تكون عم تكتب مثلي فقط من دون اي فهم. يعني كنترولر هون بهذا الشكل، طبعا انا حسميه ماي كنترولر، تمام. طبعا هون بلا شك حنعمله إضافة، وأكيد حستعمله هون controller my controller، تمام ببساطة بهذا الشكل نكون يعني أضفنا شوية أمور مهمة لصفحات أو للكاستم أبار اللي طبعا موجودة بأكثر من صفحين. أيضا هي لاحظوا موجودة بصفحة الأيتمز، موجودة أيضا بصفحات أخرى بالفيفوريت أيضا مثل ما شايفين. فطبعا هي التعديلات حنقوم فيها على باقي الصفحات. مبدئيا الأيتمز حنعملها كومنت، ومبدئيا الفيفوريت حنعمل لها كومنت عشان ينشال عندي الخطا، وحنشتغل على الهوم، وبس نخلص على الهوم حناخذ الكوبي بيست من الهوم لصفحتين هدول، تمام، عشان ما نضيع وقت فيه. هلا كل شغلنا نحن وين بصفحه الهوم يا شباب، ركزوا لي على هي الصفحه تحديدا.
شو رح نعمل هلا يا شباب؟ بكل بساطة عندي الكتابة، بعد ما يضغط الشخص سيرش لازم نفتح له، لازم يتغير محتوى هي الصفحة. طيب نحن مبدئيا عشان نقدر نتحكم بكل محتوى الصفحة حنضيفهم كلهم داخل ويدجت واحدة عشان نقدر نخفيها نتحكم فيهم من هي الناحية. طبعا نضيفهم هون بهذا الشكل، هأحذف الكونست، اوكي ما عاد لها داعي بهذا الشكل، ونضيف طبعا الكونست هون على الجميع. اوكي ثانية بس كونست، تمام عشان عندي الخطأ عشان يكون شكل الكود افضل كمان واضح. طبعا هون عندي ماي كنترولر اكيد حضيفه انا كتكست اديتنج كنترولر، هون تكست اديتنج كنترولر اكتب سيرش بهذا الشكل. طبعا هو ممكن نقول له حاليا يقبل قيمة النل ما في اي مشكلة. طبعا حنسند له القيمة بالاون انيشيال تكست اديتنج، هو لازم يطلع لي اختصار تاع تكست اديتنج كنترولر. اوكي بهذا الشكل تمام، ونسمى هون طبعا نعمل كنترول دوت سيرش اللي هي طبعا التكست اديتنج كنترولر، تمام بهذا الشكل. طبعا في عندي الاون تشينج ما بننساها، طبعا صار فيني استعملها ببساطة البال بهذا الشكل. شوف يا شباب كيف حنستعمل هاي، حنروح هون نحن طبعا اول شيء حنعمل هوت ريستارت عشان ينشال عندي الخطا لانه السيرش مش معرفه، طبعا لازم نعمل هوت ريستارت. تمام هي اول خطوه. هلا شوف يا شباب انا كتبت ما راح يصير شيء، طبعا انا فيني شوف في ملاحظه كثير مهمه، انا اثناء الكتابه ممكن كل ما اكتب حرف ممكن اخليه يعمل سيرش كيف من خلال الاون تشينج، بس انا ما بدي هذا الشيء. ليش؟ لانه بكل بساطه كل ما اكتب حرف حيروح يعمل ريكوست على السيرفر، هذا الشيء بيتعب السيرفر. افترضوا انتم لو عندكم مثلا 20000 مستخدم كل واحد هو عم يكتب سيرش، يعني كل حرف ديف بده يروح يعمل ريكوست، هذا الشيء بيأثر على السيرفر، يعني انت هيك بصير بدك استضافه بميزايا اعلى، بالتالي انت حتزيد التكلفه عليك. فاذا انا ما بنصح بهي الطريقه، تمام؟ فلذلك انا حاستعمل انه لا الواحد بيكتب بعدين بيضغط على البتن الخاص بالسيرش وبتتم عمليه البحث، تمام؟ هذا شيء افضل، بس نحن بايش حنستفيد من الاون تشينج؟ عشان نعمل تشيك على الحقل بتاع التكست فورم، اول ما الشخص يحذف جميع الكلمات اللي هو كتبها يرجع محتوى صفحة الهوم، يعني نحن محتوى صفحة الهوم حنخفيه ونحوله لسيرش أثناء الكتابة، تمام؟ أو أثناء الضغط على زر السيرش، بس لما بيحذف الكلمات خلاص بيرجع للوضع الطبيعي. هذا الشيء اللي أنا بدي أمشي على هذا الأساس فيه. أنا هون حقول له والله تشيك سيرش مثلا، طبعا في قيمة للفال اللي بنستقبلها من الأون تشينج نفسها، لأنه الأون تشينج فيها فال، صح ولا لا؟ بيرجع لنا القيمة اللي عم تنكتب داخل الحقل. وأنا حاعمل هون متغير بول هقول له is search، يعني اذا في بحث هل في بحث ولا لا، تمام؟ فطبعا هذا بيكون قيمته الافتراضيه false، ما في الشخص بشكل طبيعي اول ما يفتح الابلكيشن مو كاتب شيء، فبتكون قيمته الابتدائيه خلينا نقول false، وبصير طبعا هون true اذا كانت اذا او شوفوا يا شباب حاعمل هون نقطه مهمه، اذا الفال كانت فارغه يعني ما كاتب اي شيء الشخص بكل بساطه حياخد ايش؟ هياخد فولس فقط لا غير، هذا الشيء اللي انا بدي اياه. وعند البحث اي عند الضغط على هذا الزر هياخد قيمة ترو، تمام؟ هذا اللي انا ايضا بدي اياه. هون هقول له انا مثلا عند الضغط طبعا على هذا الزر تحديدا، يعني هقول له اون سيرش، هسميه مثلا انا فانكشن اون سيرش بهذا الشكل، on search items خلينا نسميها بهذا الشكل، واللي طبعا حتخلي ال is search تساوي true. مبدئيا خلينا بس عشان يكون الموضوع بسيط بالنسبة لكم ما بدي عقده انا كبداية، يعني عند الضغط على هذا الزر حتشتغل هاي الفانكشن، تمام؟ ولما الشخص بعد ما يكتب الكلمات ويشيل الكلمات بهذا الشكل حترجع محتوى صفحات الهوم. طيب خلينا نجرب هذا الشيء اذا صحيح ولا لا. هنروح لهون طبعا، وهون حنستعمل الكنترولر دوت اون، طبعا هون is search، ثواني بس لنتذكر شو كاتبين بس عشان ما نتلخبط. بنروح على الكنترولر حناخد هي الفانكشن اللي اسمها check search، وين يا شباب؟ حنضيفها هون بهذا المكان. حلو. اما بالنسبة عند الضغط على الايكون الخاصة بالسيرش فانا ايضا شو رح استعمل؟ dot on search items بهذا الشكل،
يعني بهذا الشكل نحن رتبنا كل الأفكار، بس باقي خطوة صغيرة عشان ما يصير عندي مشاكل. لازم هون ننسى الأبديت عشان يعمل ريفرش لليو آي. طبعا هون أكيد الأبديت بهذا الشكل، ونعمل هوت ريستارت هلا ونجرب. بس طبعا قبل ما نجرب بدنا نحط الشرط، ما ننسى كنترولر دوت از سيرش. والله لو قيمتها ترو تمام معناتها في بحث، فأظهر لي الكولوم تمام. وإلا بعد الكولوم ايش بنعمل نحن؟ مثلا حنعمل كونتينر بس للتجريب مبدئيا، تشايلد تكست وفي كلمة سيرش تمام. نعمل هاد ريستارت مرة تانية، ما في مشكلة، أفضل عشان نتأكد كل الأمور تمام. أوكي أنا على فكرة عاكس الشرط، هون لازم نحن نحط إشارة تعجب، يا إما بنبدل بين الكولوم والكونتينر يا إما بنحط إشارة تعجب. أوكي بتحل المشكلة كاملة. هلا يا شباب لو كتبت أنا مثلا على سبيل المثال ماك بوك تمام بهذا الشكل، بعدين ضغط أنا على زر السيرش، فهو خلص أخذني على غير محتوى صفحة الهوم، وطبعا وعرض لي محتوى صفحة السيرش، خلينا نعتبر تمام ما في مشكلة، اعتبروا إنه الكونتينر هاد صفحة، فهو عم يعرض لي محتوى صفحة السيرش. أول أنا ماشي لي الكلمة اللي كتبتها حيرجع لي محتوى صفحات الهوم، وأنا هذا هو الشيء اللي بدي إياه تمام. حنكتفي بهذا القدر لهذا الدرس، أهم شيء تركزوا على هذا الدرس تفهموا شو اشتغلنا، حتى يكون الدرس القادم بإذن الله جدا بسيط، هو عملية جلب البيانات فقط لا غير، وعرضها داخل صفحات السيرش اللي هي طبعا بهذا الدرس هي الكونتينر، هو اللي أخذ محل صفحة السيرش تمام. أتمنى يا رب الدرس يكون نال إعجابكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس لصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.